أهلا متابعي قناة تنوير، لا تنسوا الاشتراك في القناة ودعمنا بإعجاب. زار اليوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دولة تونس، وقد استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد الرئيس التركي أردوغان في مطار تونس الدولي. ولم يحدد أردوغان عدد أيام هذه الزيارة الرسمية، وتأتي هذه الزيارة في وقت تحتدم فيه صراعات الدول خاصة بين تركيا والاتحاد الأوروبي وبين تركيا ومصر واليونان. تعرفوا معنا على أهم أسباب زيارة أردوغان إلى تونس بعد هذا الفاصل. من الظاهر أن زيارة أردوغان لتونس تأتي في إطار زيارة رسمية دولية عادية، لكن المفارقة في أنه من المفترض أن قيس سعيد الرئيس الجديد هو من ينتقل إلى زيارة الدول، لكن نلاحظ هنا العكس، وبالتالي فإن زيارة أردوغان لتونس تأتي في مساعي كسب تركيا إلى الحلفاء في إطار حربها الغير معلنة ضد مصر والإمارات واليونان والاتحاد الأوروبي، وخاصة أزمة ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وليبيا. وبما أن قيس سعيد الرئيس المنتخب قد وعد بالالتزام بحل الأزمة الليبية، فقد اغتنم أردوغان الفرصة لكسب هذا الحليف الاستراتيجي إلى جانبه والزج بتونس في الأزمة الليبية كونها جارة حدودية لليبيا. كما دعا أردوغان كل من تونس والجزائر إلى المشاركة في حل الأزمة الليبية وتكوين حلف من هذه الدول بالإضافة إلى قطر وتركيا للمشاركة في مؤتمر برلين لحل الأزمة الليبية. مع بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني وقلت له إن دول تونس والجزائر وقطر هي تعرف الوضع الاجتماعي والسياسي لليبيا على أحسن وجه، وبالتالي فإن مشاركة هذه الدول في مسار برلين مهمة جدا، وقد أيدني بالفكرة وقال سأتقاسم هذا الموضوع مع المستشارة الألمانية ميركل. وهذا هو بالتأكيد الرئيس قيس سعيد بحنكته وثقافته سيتصرف بذكاء ودبلوماسية، وخاصة عدم الخوض في عداوات مع دول كبرى، وإنما الحل يبقى في إطار الدبلوماسية والحوار، وخاصة بين الأشقاء الليبيين. إن مبدأ النائية بالنفس وعدم التدخل في سياسات الدول الداخلية يعتبر رأس مال السياسات الخارجية للدول التي تحترم نفسها وتحترم الدول الشقيقة وتحترم الشرعية الدولية. اكتبوا لنا تعليقاتكم متابعينا الأعزاء